وصفتي لليوم الشوكولاتة ترافل اللذيذ. رح نحتاج حليب نستلة المكثف المحلى خالي الدسم، قطع الشوكولاتة، بودرة الكاكاو المر، ملح وقرفة. على نار متوسطة بنضيف قطع الشوكولاتة وعلبة حليب نستلة المكثف المحلى والملح والقرفة، وبنحرك لغاية ما يدوبوا، وبنحطها بصحن وبندخلها التلاجة، وبعد هيك بنكورها وبنغطيها بالكاكاو وبنقدمها مع القهوة. وبالعافية. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. باي.